بالنسبة للسيناريو الأول الذي طرح، نعم، جعل غزة سجن للتعذيب، يعني هذا يفترض أن العرب والمسلمون موافقون على ذلك، وأن مصر موافقة على ذلك وتغلق الحدود أيضا مع غزة. لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون كذلك يعني. والأهم من هيك، أنا للأسف يعني لم يجري الاستجابة لما دعونا إليه منذ بداية هذا العدوان، وهو أن تبادر الدول العربية والإسلامية 57 بتحدي إسرائيل بتشكيل قافلة إنسانية. أنا لا أدعو لإرسال جيوش، ولكن قافلة إنسانية، والآن هذا الأمر مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لتكسر هذا الحصار. إسرائيل ليس لها الحق دوليا في أن تكون على معبر رفح أصلا، وأن توصل الناس الآن تجوع، 9 عائلات من كل 10 لا تأكل يوميا، الأطفال الآن الرضع في حالة يرثى لها، في 50,000 امرأة حامل و64,000 أم مرضعة لا يجدوا طعاما ولا يجدوا أبسط الأشياء وأبسط الاحتياجات. لذلك المطلوب الآن أيضا من المستوى العربي والإسلامي وطبعا الدولي أيضا اتخاذ إجراءات لكسر هذا الحصار الذي تفرضه إسرائيل لمساعدة الناس. أما بالنسبة لموضوع أن يثور الناس على المقاومة، هذا غير وارد، بالعكس الذي نراه واستطلاعات الرأي تثبت الأمر هو عكس ذلك تماما. الناس غضبانة على من كانوا سلبيين، والانتقادات أكثر موجهة في اتجاه السلطة الفلسطينية بصراحة، لأنه يعتبروا أن موقفها كان سلبيا، والناس لا تلوم الضحية في هذه الحالة. ودعني أشير إلى نقطة أخرى، طيب في الضفة الغربية لا تحكم حماس، ما الذي يجري؟ إسرائيل أزالت أي سلطة للسلطة، لم تعد هناك أي مدينة لا يدخلها جيش الاحتلال، ومجازر ترتكب يوميا في طول كرم وفي جنين وفي الخليل وفي رام الله التي تجتاح تقريبا مرتين في الأسبوع. إذن طب هاي الضفة الغربية لا تحكمها حماس. في الضفة الغربية قام المستوطنون الإرهابيون بتهجير، الآن صاروا مهجرين 35 موقع سكاني بالإرهاب الاستيطاني وبحماية جيش الاحتلال. إذن المسألة مش حماس، المسألة هي وجود الشعب الفلسطيني، وحماس لم تنشأ يعني منذ نشأة القضية الفلسطينية. قبل 40 عام لم تكن هناك حماس، كانوا يقولوا عن فتح هي الإرهاب وعن منظمة التحرير هي الإرهاب. الحقيقة أنه إسرائيل تقول عن كل من يقاوم حتى لو بالكلام أنه إرهابي.